أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الأخبار التي تتحدث عن مبادرة أمريكية لحل الأزمة في اليمن. كشفت مصادر صحفية عن مبادرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة اليمنية نهائيا بين مختلف الأطراف المتصارعة. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر عربي رفيع أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على التوسط لإنهاء الحرب وحل الأزمة كليا بغية المحافظة على وحدة الأراضي اليمنية ووقف انتشار تنظيم القاعدة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد التحركات الأمريكية لحل أزمة الحرب والصراع في هذا التوقيت، وبماذا ستختلف هذه المبادرة الأمريكية عن المبادرات السابقة. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. موسم جديد من مبادرات الحل في اليمن وتحركات أكثر لخلق صيغة تهدئة تمهد لإيقاف الحرب، هكذا تبدو تحركات الإدارة الأمريكية مؤخراً في الملف اليمني. مصادر صحفية كشفت عن وساطة جديدة تقودها الولايات المتحدة لحل الأزمة اليمنية نهائياً بين مختلف الأطراف المتصارعة. المصادر أفادت أن واشنطن تسعى مع سلطنة عمان وبدعم من الكويت إلى عقد اجتماعات موسعة لحل الأزمة برعاية أمريكية ستعقد خلال الفترة المقبلة. ترى واشنطن في خطتها لإقرار السلام ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع ميليشيا الحوثي في مسقط وإدخال الملف اليمني ضمن أي مفاوضات قادمة مع طهران، وهذا ما جرى خلال الفترة الماضية بين السعودية والحوثيين. التحرك الأمريكي في الملف اليمني مؤخراً وضع عدة تساؤلات حول طبيعة نجاح المبادرة التي تقودها واشنطن، خاصة وقد سبقتها العديد من المبادرات التي لم تغير شيئاً في المشهد خلال الفترة الماضية، والتي كان من أهمها مبادرة كيري في العام 2016. التهدئة الأخيرة في عدن كانت مقدمة لهذه التحركات، غير أن مراقبين يجدون أن جميع هذه المبادرات لا يمكن البناء عليها باعتبار أنها ستعمل على تأجيل أمد الصراع ولا إنهائه. عودة إلى مرحلة المبادرات وتأويل الأزمة اليمنية أمام استمرار في الدوران بذات الحلقة المفرغة من وضع اللاسلم واللاحل، وهي دائرة لم يخرج منها اليمن منذ 5 أعوام. ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من العاصمة عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. بداية، هل يمكن أن تنجح هذه المساعي الأمريكية في إنهاء الحرب؟ مساء الخير. نعم. يعني يبدو أنه التقرير لخص الحالة أنه في هناك دائرة مفرغة من لا حرب ولا سلم. ما يطرح الآن ليس إلا مجرد أفكار، ليست مبادرات. يعني بمعنى هناك أفكار وبعض الأطراف تحاول أن تسرب الأفكار وتعطيها صبغة الاتفاقية. الأسبوع الماضي الحوثيون سربوا من جهتهم بأن بنود اتفاقية، وهي مطالبهم، يعني هم وضعوا مطالبهم ووضعوها للناس وكأن هناك اتفاق وشيك بينهم وبين السعودية. أيضا هذه ما نشرته صحيفة القبس يبدو أيضا نفس الشيء من قبل الأمريكان. هناك أفكار، بعضها هي أفكار أحيانا لجسر نبض وأحيانا لتهيئة نفسية، لكن الذي يدرك طبيعة الوضع في اليمن والأزمة وتعقيداتها يعني يتيقن بأنه مثل هذه الأفكار حتى لو تم صياغتها وتعديلها لن يطبق منها أي شيء، لأنه أطراف الصراع المتصارعين والمتدخلين الخارجيين والكثر وأجندات مختلفة وواقع سيء لا يمكن
تخيل أي حلول سهلة لهذا الوضع. الحرب في اليمن هي مش حرب بين طرفين وليست حرب دولية، هي حرب متعددة الأوجه ومتعددة الدول. لهذا السبب كل هذه الأفكار تبدو أنها لا زالت بعيدة عن ملامسة الواقع. نعم، بالنسبة للحديث عن وصول فريق أمريكي إلى السعودية للتحقيق في وصول أسلحة حربية لتنظيم القاعدة في اليمن، هل سيؤثر هذا بدعوات الحل السياسي اليوم برأيك؟ يعني هذا موضوع مستقل، هذه الإدارة الأمريكية مثلها مثل كثير من الدول عندما تبيع سلاح لدولة ما تضع لها اشتراطات معينة بأن هذا السلاح لا يسلم لطرف ثالث، وأحيانا يكون فقط في خانة الدفاع، أيضا لا يمارس فيه أي شكل من أشكال جرائم الحرب، وكما هو معروف تضع بأن كثير من الأسلحة التي سلمت للسعودية وللإمارات جزء منها وصل إلى أطراف غير يعني طرف ثالث، بما في ذلك أطراف أيضا ليست حتى دول مثل جماعة سلفية وربما القاعدة والحوثيين. ولهذا البنتاغون أرسل فريق للتحقيق في هذه في هذا الأمر. هذا الأمر حيترتب عليه مواضيع تتعلق ببروتوكولات التعامل مع بيع الأسلحة، ليس لها علاقة مباشرة بالحرب، لكن أيضا هذه تؤثر، هي أحد وسائل أو أحد تداعيات الضغوطات على الإمارات وعلى السعودية للتوجه نحو ما يسمى بين قوسين حل سلمي، بمعنى أنه هذه ستضيف في حال صدر التقرير بأن هناك أسلحة سلمت لطرف ثالث وخالفت اتفاقية البيع الأسلحة، في هذه الحالة قد تتخذ عقوبات ضد السعودية وضد الإمارات، وهذه أيضا تشير إلى سيكون لها تأثير غير مباشر بالدفع نحو السعودية والإمارات نحو البحث عن حلول سلمية في اليمن. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. ينضم إلينا أيضا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، مرحبا بك معنا. ماذا يمكن أن تقدمه المبادرة الأمريكية لحل الأزمة، خصوصا بعد التحركات الأمريكية لإنهاء الصراع في اليمن؟ هل هناك توجه حقيقي من الإدارة الأمريكية لإيقاف الحرب برأيك؟ اهلا وسهلا اخي. لا اعتقد ان هناك توجه حقيقي لانهاء الحرب في اليمن الا في اطار ما مدى تعرض مصالح الاطراف الكبيره في منطقه هذا المنطق للخطر. يتزايد الضغط وبدات المساله تدخل منعطف خطير بين جمهوريه الصين الشعبيه والولايات المتحده حول مساله خط الحرير والنقود والطاقه، وهذه جزء من المناطق التي سوف تشهد نوعا من التعزم. يحاول الامريكان تثبيت اقدامهم في المنطقه بقوه، وبالتالي يسعون الى ان يكونوا طوق الحل، لكن وفق اي عاديات وفق اي امكانيات. اذا كان اتفاق الرياض المنتج لم يرى النور بعد ولا زالت اشكالاته كبيره، وهو اتفاق منتج من حلفاء الولايات المتحده، نحن مثلا في المملكه والامارات العربيه المتحده، وبالتالي الاتفاق لم ينجح على مستوى طرفين من الاطراف المؤيده للتحالف وهم الشرعيه والانتقال الجنوبي. فاذا كان حلا شاملا للازمه اليمنيه يبدو ان الامريكان ايضا بحاجه الى توازن مبررات في توازن السجن البحريه، وايضا فرق ميزانيات كبيره عبر موازناتهم، اذ تستغل اليمن وغيرها من البلدان التي يتهم انها مناطق او بؤر لتنظيم القاعده او غيره. هذه دائما ما تكرر من قبل الامريكان عندما يكونون بحاجه الى خلق عدو من اجل التحرك على القاعده في الناحيه الغربيه بدرجه اساسيه، وهي
مجموعه افراد جماعات لا يمكن ان تتقي ان تصبح نظام او تحديدا لدوله عظمى مثل الولايات المتحده او غيرها. هناك محاوله لاعاده لملمه الموضوع، هناك محاولات لفرض ابتزاز مالي، هناك محاولات لاعاده ترتيب اوراق التحالفات بين الولايات المتحده وحلفائها بشكل اوسط، خصوصا بعد الاضطرابات والموجه الكبيره التي تشهدها العراق تحديدا اهم مناطقها النفط والاستثماريات القادم. نعم سيد عبد الهادي، بالنسبه للمحاولات التي اشرت إليها، هل ستختلف هذه المحاولة إن صح التعبير أو هذه المبادرة عن مبادرة جون كيري للحل في عام 2016 السابقة؟ لا أعتقد أنها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد لفت المنطقة تحت ذراعها، كان الأمريكان بحاجة إلى تمويلات، كان هنالك فسادا، كان هؤلاء يحتاجون من ابتزازا للخزينه التي ظهرت بشكل جلي في ممارسات جون كيري، في ممارسات ترامب الاخيره، ومقدار مبيعات الاسلحه، تم استنزاف مخزونات المنطقه من العملات وتم ادراجها، وايضا ادخلوا في حرب لن تحقق اي نصرا لا استراتيجيا، وقد ربما اذا لم يحسنها الاخوه في دول الخليج تنعكس على بلدانيا اكثر مما تنعكس على اليمن، باعتبار ان اليمن جزء من الحرب، جزء من تاريخه، وهو بلد يريد ان يخرج من حاله الحرب التي ربما تحشمش عليه اكثر من قرن إن كانت بشكل معلن أو غير معلن، لكن في حالة إذا فعلا لم يتم حسم هذه المسألة فأعتقد أن دول الخليج سوف تدفع الثمن كبيرا إذا ظلت جناحة الميليشيات المسيطرة على الشمال، لأن انعكاساتها على الداخل وعلى الوطني وعلى صورتهم الإقليمية داخل العالم العربي والعالم الإسلامي. المملكة العربية السعودية بلد كبير وذا وزن إقليمي كبير سواء في نظر المسلمين أو الحرب أولا، وهذا قد يؤدي إلى حصارها من قبل بقية الأنظمة دبلوماسيا، وربما لن يستطيع المال السعودي أو حتى مسألة الهيمنة الدينية على المقدسات أن تكون هذا البلد بلدا إذا خلق إقليمي كبير. نعم عفوا لو قاطعتك سيد عبد الهادي، ابقى معي. نعود الى سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، نعرف ان الامارات تقدم نفسها على انها من تحارب الارهاب في اليمن، هل سيؤثر هذا على العلاقات الامريكيه الاماراتيه في حال ثبت تورط الامارات بالتسليم اسلحه لتنظيمات متطرفه في الجنوب برايك؟ خصوصا في إشارتك الأخيرة لأن التحركات هذه تأتي في ظل أو لها علاقة بتجارة الأسلحة. يعني هذا الموضوع هو متعلق بتجارة الأسلحة وبالعقود التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدول التي اشترت السلاح. لا أعتقد بأنه أولا المعلومات حول وصولها للقاعدة أو الجماعة، طبعا نعرف الجماعات السلفية هذه وصلتها سلمتها الإمارات لأنه السلفيين هم أهم حلفائها في الساحل الغربي وفي بعض مناطق الجنوب، وبالتالي هذه عملية تمت من قبل الإمارات بشكل واضح. وصولها للقاعدة حتى الآن لم يثبت، وحتى لو ثبت يبدو سيكون أنها وصلت بشكل غير مباشر. الحوثيين استولوا على بعض هذه الأسلحة، وبالتالي وصولها لأيدي الحوثيين هذه أمر أيضا الإمارات يعني لن تكون مسؤولية مباشرة. أيضا يعتمد على طبيعة العقد بيع السلاح، هل أيضا سمحت الولايات المتحدة لهذا السلاح بأن تستخدمه الإمارات خارج حدود دولتها؟ لأنه لو أن الإمارات استخدمت هذا السلاح خارج حدود دولتها في هذه الحالة هناك عقوبات تتعلق بمبيعات الأسلحة، يعني هذه مسألة فنية إلى حد كبير
لكن طبعا ايضا لا شيء فني في نهايه المطاف، سيكون القرار قرار سياسي، لانه تظل الصلاحيات هي للاداره التنفيذيه في الولايات المتحده لتتخذ العقوبات التي تراها من عدمها، يعني يا تتخذ عقوبات يا تجمدها يا تلفت نظر هذه الدوله، يعتمد على تقدير الاداره الامريكيه في حال كان هناك خرق لمبيعات السلاح. يعني ولهذا السبب لا اعتقد بانه ان هذا الامر سيؤدي الى تدهور في العلاقه بين الامارات وبين الولايات المتحده، خاصه وان الامارات ترشح نفسها في اليمن وفي غير اليمن وتحديدا في اليمن بانها اداه من ادوات مكافحه الارهاب، وهناك تعاون وثيق بين الولايات المتحده وبين الامارات في اليمن. عرفنا أنه الكثير من العمليات العسكرية التي تمت تحت غطاء محاربة الإرهاب في اليمن قام بها الأمريكان أو قامت بها الإمارات بتعاون وثيق مع الأمريكان. الأمريكان شاركوا، فكان مشاركة مباشرة أو مشاركة غير مباشرة، وبالتالي الولايات المتحدة تحتاج الإمارات في اليمن، والإمارات تحتاج الولايات المتحدة في اليمن، خاصة الآن بعد أن أعلنت بكل وضوح بأنها لن تحارب الحوثيين، وبأن قواتها المتواجدة في اليمن سيكون مهمتها الأساسية هو محاربة ما سمته الجماعة الإرهابية. لهذا السبب لا أعتقد بأن العلاقات الأمريكية الإماراتية أو الأمريكية السعودية ستتأثر، حتى لو ثبت بأن هناك أسلحة وصلت إلى أطراف لا يمنع القانون الأمريكي وصول الأسلحة إليها. نعم، بالنسبة للأطراف الدولية، هل لديها رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، وعلى أي قاعدة يمكن أن تكون حل الأزمة برأيك؟ بشكل عام الحرب في اليمن هي عبء على السياسيين في الغرب، رغم انه يعني هناك مبيعات اسلحه، وترامب بلغته التجاريه الواضحه يتحدث عن فائده من بيع السلاح لهذه الدول، لكن بشكل عام الاجهزه الامريكيه جميعها بمعنى البنتاغون، السي اي اي، مجلس الامن القومي، جميع هذه الاجهزه كانت منذ بدايه الحرب ترى بان هذه الحرب ليس لها افق ولديها الرغبه بانهائها، لكن تعقيد المشكله اليمنيه هو العائق، يعني ليست القضيه رغبه امريكيه نحو ايقاف الحرب. امريكا تريد ايقاف الحرب، لكن ايضا لا تريد ان توقف الحرب بضرر واضح على حليفتها السعودية وبنصر واضح لإيران. هذه منذ الأيام الأولى لبداية الحرب. لهذا السبب الوضع في اليمن وتعقيداته أجبر الولايات المتحدة أن تستمر بتقديم الدعم للسعودية بشكل أو بآخر وكذلك للإمارات، رغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية من قبل كونغرس، من قبل الحزب الديمقراطي، من قبل القوى المنظمات الحقوقية داخل أمريكا وخارجها. ولكن الإدارة الأمريكية ليس لديها خيارات كثيرة فيما يتعلق بالحرب في اليمن. الحرب في اليمن وشؤون اليمن بشكل عام لدى الإدارة الأمريكية هي شأن سعودي، بمعنى أنه منذ السبعينات والولايات المتحدة ترى بأن اليمن بأعبائه بمشاكله الكثيرة من اختصاص السعودية، كونها الطرف القادر أو الطرف المستعد بأن يتحمل مشاكل اليمن وعبء اليمن. الولايات المتحدة اهتمت باليمن فقط حينما بدأت القاعدة وتنشط في اليمن، ومنذ أن بدأت أيضا القاعدة تهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولهذا بدأت تتعامل حتى بشكل مباشر مع الحكومة اليمنية. في السابق كان التعامل يتم عبر السعودية أو من خلال المنظار السعودي كان ينظر لليمن. نعم،
نعم سيد عبد الناصر، أشرت إلى أن الأطراف الدولية تنظر إلى الملف اليمني على أنه ملحق سعودي وليس أزمة مستقلة. شكرا لك، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. ونعود إلى ضيفنا عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، في ظل هذه المبادرات والتحركات الدولية، هل يراد فعلا أن يكون الحوثي له أمر واقع في كل مشهد سياسي نراه الآن؟ أعتقد أن الأطراف الدولية تريد أن يبقى الحوثي طرفا وطرفا فاعلا، لأنه أهم ورقة يمتلكونها للضغط على النظام السعودي وعلى منظومة الخليج، ويضمنون بها تدفق النفط بشكل كبير. الغرب يلعب على مجموعة من التوازنات خصوصا الأمريكان. مبررات القاعدة والسلاح، هذه مبررات واهية في الأصل، لم يقدم التحالف سلاحا بالمعنى المتطور، وما قدم من أسلحة اعتراضية أو غيرها هي منظومة البكريوت، وهي موجودة بيد الإخوة الإماراتيين، والنوع الآخر موجود إما بيد القوات السعودية. ما قدم للقوات اليمنية ويخافون من وصوله إلى جماعة القاعدة ليس من ذاك السلاح النوعي، هي أسلحة متوسطة وبعضها يعود إلى بدايات القرن أو المرحلة الأولى من القرن الماضي من القرن العشرين، وليس ذاك. وفي ظل تطور صناعة الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية التي ربما ندخل مرحلة مشوائية في مجال الجو والطيران تؤدي إلى تفاقم في المنظومات الدفاعية. هناك صراعا محموما على البلد، بحكم ان البلد ما قبل 90 كان جزءا من الشركه السوفيت في نصفه الاهم، ايضا ممراته المائيه، خروج الصين وطريق الحرير، عن الاهتمام الكبير بشرق افريقيا، وهذه وايضا خط التجاره الدولي شرق افريقيا منطقه كبيره، اليمن مدخلا لها ومدخلا للخليج وحمله وتعزيزا لمساله البحر الاحمر، الجميع يلعب داخل هذه الدائره. الغرب استطاع ان يحول اليمن اداه ابتزاز داخل الخافره السعوديه. السعوديين تعاملوا مع الحرب على مدار 5 سنوات اشبه بحلقه تدريب طويله لقواتهم الجويه، سواء القوات الجويه السعوديه او الاماراتيه. الامارات تحلم بان، لكن سيد عبد الهادي هناك من يقول ان التوقيت اختلف والظروف اختلفت خصوصا بعد الازمه الايرانيه السعوديه. هل يمكن ان تعتبر هذه التحركات ولو حتى بنسبه ضئيله بدايه لتشكيل مرحله سلام حقيقيه في اليمن؟ لا اعتقد الا اذا اتفقت الدول الخمس التي هي جزء من اليه المشكله. هذا بلد مع الاسف الشديد تحت الوصايه الدوليه من قبل مجلس الامن الدولي من جانب، وايضا تدور خلفه صراعات كبيره تتواجد بريطانيا بقوه في عمان وتريد ان يكون لها منفذ او توافق كبير، وهي من اوقفت معركه الحديده. الولايات المتحده تريد ان يكون لها نصيبا كبيرا. فرنسا وألمانيا عايشة خلال رعد حربة في المصالح الأوروبية. البلد لا زال ذكر، البلد له موقع استراتيجي وهو ما جلب عليه المشكلات والويلات، وقسم كبير أيضا لديه نقطة مفككة، بلدا يعاني حالة تمزق في الهوية الوطنية وابتلاها، ابتلى هذا الشعب بقيادات ونخب سياسية أعجب من أن تكون قادرة على حمل مشروعه. الأمريكان اليوم ربما لديهم تخطيطات مرتبطة بتجارة السلاح، هذا أولا، ومرتبطة بشكل آخر بإعادة تموضع الولايات المتحدة عقب اهتزازات ما انتجوه من نظام هش ومعطل في العراق وما حاولوا فرضه في سوريا وتصدى له الروس والأتراك، وهم يحاولون إعادة التموضع داخل مدخل البحر الأحمر الجنوبي في استعداد لمرحلة صراع مع الإمبراطورية الجمهورية الصين الشعبية التي تتقدم وهي وعيونها باتجاه شرق أفريقيا، وتنظر إلى هذا البلد من أنه ممكن أن يكون قاعدة خلفية للتواجدات، خصوصا حتى تواجدات في كل من جيبوتي والصومال، وايضا رغبه النفوذ الى منطقه البحيرات. المساله بالنسبه للامريكان هي نوع من اعاده احتواء المشهد والموقف بعد ان ظهر ان تعاملاتها مع ايران لصالح الخليج تعاملات ابتدائيه.
انه الغرب والامريكان تحديدا حديثا لا يراهن عليه تماما مقارنه بما انجزه الروس في موضوع سوريا. شكرا السيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز، وايضا الشكر لضيفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة محمد عبد المغني ومن الفريق الفني، وإلى اللقاء.